ألف رحمة وألف نور، ألف رحمة وألف نور. نور ده إيه والرحمة ليه؟ ادفنوا خلوه يغور، مين هنا يبكي عليه؟ ثانية واحدة يا جماعة، لسه باقي في عمري ساعة. احنا مش ناقصين لكا، دي الجثث واقفين طابور. ادفنوه خلوه يغور، ألف رحمة وألف نور، ألف رحمة وألف نور. يا حبيبي ويا صحابي، انت من كان ليك صديق، ارحموا وجعي وعذابي، انت مسبب مش فريق. عشت تكتب، عشت تنصب، عشت في تزييف وزور، ادفنوا خلوه ارحموني، ارحموني، مش عايز اتدفن، ارحموني. الف سلامه يا سيدي، هل انا في الجحيم؟ لا يا سيدي، انت في منزلي المتواضع، ولكنه ان قرن بقصور بطرسبرغ الفاخره فانه لا يختلف كثيرا عن الجحيم، لولا وجود زوجتي الجميله آن التي تجعل من الجحيم جنه. انطون، مرحبا بك ايها الضيف الكريم. يبدو انك لم تعتاد على جو الريف المقبض، او ربما لانك اسرفت بعض الشيء في الشراب. انا لاشرب الضيف الكريم هنيئا مريعا. اشعر بصداع فظيع. هذا لانك نائم منذ 20 ساعة كامله. خمرة، بسبب الخمرة. أنطون، لأنما السيد بالصحة والعافية، البيت بيتك. لقد أمر الطبيب بإعطائك هذه الحقنة المهدئة مرة كل ساعتين. معلش، هالدراع. لا 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 لا، معلش نرحم بكثير. المسكين نام مرة أخرى. دعه ليرتاح ولنكمل حديثنا في الخارج. لا لا لا، ما حدش يدفنه، ما حدش يدفنه. ما هذا الصوت؟ مش عارف ايه ده. لا لا، ما حدش يدفنه. مين ده؟ انه خادمه المسكين، بصي ينام كشوال البطاطس. اخفض صوتك ولنكمل حديثنا في الخارج. هيا اتفضل. الحمد لله انهم نايمين بهدوء. لا اريد ان اسمع صوتك. خلي بالنا برضه عشان لو صحيناهم هتبقى مشكله. كيف حال المفتش العام؟ الحمد لله نجا بأعجوبة، وهو الآن ينام في أمان. طبعا بفضل الحقنة المهدئة التي أعطيتها إياه. الحقنة المهدئة؟ عندما يستيقظ سأتذكر كل المفاسد التي رآها بعيني. يا كلاشينكوف، لهذا علينا أن نتعاون لمعالجة الأخطاء قدر استطاعتنا. أنطون، إيه؟ تعال دلوقتي. خد لك تطلع برا حالا. أنا دلوقتي. دلوقتي يا عم اطردهم. هذا شيء محرج. اطردهم. معذرة ايها السادة، يمكنكم ان تتفضلوا. الف شكر، انا هشرب شاي. بالخروج، بالخروج. ايه الحق ده؟ هل تطردنا من بيتك يا حضرة العمدة؟ بالطبع بالطبع، انتم لستم غرباء، ولكنكم تعلمون ان هناك ضيف عظيم الشأن يحتاج الى الراحة، واذا شعر بالانزعاج أصابنا الضرر جميعاً. صحيح، معك حق يا سيدتي، تصبحين على خير. إلى اللقاء. مع السلامة. يا
يريدون أن يستأثروا بالغنيمة وحدهم. غنيمة؟ يريدون أن يزوجوا ابنتهم للمفتش العام. أنا لا أفهم شيئاً. اجمع أرتيمي ومدروفيسك وبرجلوفيتش والحق بي. إلى اللقاء. مع السلامة، شرفتوا. إلى اللقاء. أنا أنت حركتيني مع أعيان القرية. دعك منهم وفكر في الأهم. ماذا تقصدين؟ ابنتنا ماريانا، تخيل أنت زوجت المفتش العام فستظل العمدة طوال عمرك. صحيح صحيح. ماريانا 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 ماما حبيبة ماما وروح ماما وقلب ماما. اذهبي وصفي في شعرك وضعي بعض العطور والمساحيق. ايه ده ليه؟ هل سنخرج يا ماما؟ لا يا روح ماما، ولكن عليك دائما ان تظهري في اطيب صوره. اطيب صوره؟ ايه ده ليه؟ ولماذا اتزين ونحن داخل البيت؟ يا بنتي لدينا ضيف عظيم الشان ويجب علينا ان نرحب به ونكون دائما في ابهى زينه حينما نستقبله. ايه ده ليه؟ حسنا فهمت. سأذهب فورا. يهدي. سأذهب فورا. يا بطة. سأذهب فورا. ما تفعلي بقى؟ من قادم في مثل هذا الوقت؟ عارف. ساشا. أمرك يا سيدتي. من بالباب؟ إنه السيد سرينجاتوف ومعه ابنته تاتيانا. سرينجاتوف تاني؟ أوه. أدخليه. حاضر. تفضل. سرينجاتوف، ما الذي أتى بك ثانية في مثل هذا الوقت؟ الواجب يا بابا. الواجب يا سيدي، فليس من المقبول أن أترك ضيفنا المبدل السيد خريستكوف يعاني من حالة خطيرة بينما أنام أنا في دفء سريري. حالة خطيرة؟ أنت لم تقل لي ذلك. الإغماء وحظر العمدة من أخطر الحالات. الموت نفسه ليس إلا إغماء مستمر. برافو يا بابا. بنتي. طيب أنت جئت كمدير المستشفى، ما الذي جاب ابنتك تاتيانا في منتصف الليل؟ صحيح، إيه اللي جابك؟ ومن يعينني على ملازمة المريض والسهر على راحته؟ هي ابنتي الملاك طاهر. الملاك الطاهر. الله، كم يعجبني يا بابا ذا التعبير. بنتي. شكرا لك يا مدير المستشفى وشكرا للملك الطاهر، ولكننا نستطيع العناية بضيفنا جيدا. مع السلامة، إلى اللقاء. شكرا. قول لهم يا بابا، قول لهم يا بابا، قول لهم. قول لهم يا بابا. قول لهم ايه؟ في هذه الحالة أحملكم المسؤولية الطبية والجنائية يا بابا. والجنائية يا بابا، ويجب أن توقعوا على إقرار بتحمل كافة المسؤوليات في حالة العجز. أو الموت يا بابا. أو الموت يا بابا. الموت يا بابا؟ لا، أنا بقولك إيه، دعيه يقوم بعمله، نحن لسنا في حاجة لمشاكل إضافية. أوف. حسنا، ليبقى، ولكن تاتيانا تصعد إلى غرفة ماريانا وتنام على فورها. مفهوم؟ مفهوم؟ هيا يا سرينجاتوف إلى الحديقة حتى يستيقظ السيد. تعال تعال. تفضلي. 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 من هنا. شو نخلص احنا؟ ساشا. حاضر حاضر. انه السيد كلاشينكوف المأمور ومعه فتاته لا اعرفها. كلاشينكوف تاني؟ تاني. ادخليه. حاضر. الليله مش فاهمه. تفضل. مديت ورحت حطيته في الحلقه عشان ايه؟ ايه ده؟ مين ده كلاشينكوف؟ سونيا بنتي. نعم، أنت لم تخبرني أبدا أن لك ابنة. نحن من عائلة شديدة المحافظة يا حضرة العمدة. ما تخلصونا بقى، هو ده الزبون؟ خلاص سكتنا. هذا السيد أنطون حضرة العمدة. إياك أن تنسي أو تفسدي الأمر، وإلا أعدتك إلى المستنقع الذي أحضرتك منه. لا لا لا، مستنقع إيه؟ أمرك يا باشا. باشا؟ قصدي أمرك يا بابا. بابا، هل لي أنا أعرف سبب حضورك يا حضرة المأمور؟ إن وجود شخص عظيم الشأن مثل السيد خليستاكوف. ده إيه العقد الحلو ده؟ اللي بيسوق قدامي؟ إن
وجود شخص عظيم الشأن مثل السيد خليستاكوف في بيتكم أمر شديد الخطورة، واحتاج إلى الحماية الأمنية لعله مرصود من عصابات المجرمين والسفاحين والإرهابيين والنشالين. النشالين الله ما تسيبنا نسترزق بقى يا باشا ولا امشي. وسونيا مالها سونيا؟ ما دورها في مقاومة السفاحين والإرهابيين والنشالين؟ إنها ابنتي الوحيدة ولا أستطيع أن أتركها وحدها بالبيت. بتخاف بتخاف. يامي 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 مسكينة سونيا. يا سونيا لما تردي. هو أنا اسمي سونيا؟ يعني هو أنت بنتي؟ أمرك يا سيدتي. اذهبي مع زميلتك تاتيانا إلى أعلى ولا تخرج من الغرفة حتى أمركم أنا. مفهوم؟ أنا مفهوم طبعا. إيه اللي هو؟ أنت متأكدة من إلى أعلى دي؟ شوف بقى، أنا قلت تصعد إلى أعلى يعني تصعد إلى أعلى. ما تسيبني أصعد لأعلى. كله مقفل، دواليبك، ذهبك. كلاشينكوف تفضلي. ربنا يستر. بالنص بقى سونسون. ها تفضلي. أريد تأمين المكان، مداخل، مخارج. حسن تفضل يا كلاشينكوف إلى الحديقة حتى يستيقظ السيد. تعال معي عايز أكلمك في حاجة. مداخل مخارج جاي من البنت دي. مش تمام ده أنطون. ماشي ماشي. ساشا افتحي الباب. روحي ساشا اقفلي الباب. يجب ان تعطوني اجرا اضافيا على فتح الباب بقى لو سمحتي. ساشا من بالباب. انهم الساده ماسروفسكي وتحشوفسكي وارتيمي وبرجلوفيتش ومعهم اربعه فتيات. ونضفي يا ساشا بقى. ساشا تفضلي. حاضر. كل شويه افتحي كريت الباب كريت الباب. تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا بالساده. ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ سيدتي تعرفين بالطبع ابنتي سفير. هو العريس فين يا بابا؟ العريس فين يا بابا؟ العريس فين يا بابا؟ عريس؟ دي بتهزر. عريس عريس ليس الآن يا حبيبتي، ليس الآن يا ماما. قلت لنفسي إن أمثال المفتش العام قد يحتاجوا في أي لحظة إلى إرسال خطاب بريد مستعجل، وليس من اللائق، ليس من اللائق حضرتك أن أسأل أجعل ضيفنا العظيم ينتظر ويعطل كل مصالح الدولة حتى صباح اليوم التالي. لذلك أحضرت معي ابنتي سبيل لتكتب له الخطاب إذا أراد. يلا حبيبتي يلا. طب هو جاء ليكتب الخطابات وأنت مدير النادي، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لا 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 يا مرات حضرة العمدة. أيوه. إن أمثال السيد خليستاكوف من عيلة القوم معتادون على ممارسة الرياضة فور الاستيقاظ، لذلك أحضرت معي ابنتي الأمورة ناتاشا وهي تحفظ الكثير من التمارين الرياضية للنشاط والحيوية. هل أبدأ الآن يا بابا؟ يلا حبيبتي على العدة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. بس هتصحوا الراجل. لا مؤاخذة سعادتي. برجلوفيتش. ايوه. ما الذي جاء بك الى هنا؟ جئت من اجل طابور الصباح ومعي ابنتي إيفيجينيا لترفع العلم. علم؟ يلا إيفيجينيا حبيبة بابا نشيد طابور الصباح. تحيا راسي حركة سرية. تحيا راسي حركة سرية. تحيا راسي حركة سرية. تحيا راسي حركة سرية. تحيا راسي حركة. الزموا الصمت جميعا. وأنت تحشوفسكي ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لا لا يا ست هانم، قلت في نفسي من الذي سينظف الملاءات وسيرتب الأسرة؟ مان ابناتي إيفيتا. يغدي هو فين السرير يا طنط؟ أصحي هو فين يا طنط؟ طنط أنت لما تنططك. ساشا أمرك يا سيدتي. اصطحبي الفتيات إلى أعلى جميعا إلى غرفة ماريانا. فهذا موعد نوم البنات. ماريانا ماريانا ويو حبيبة ماما وروح ماما. ابقي أنت هنا. ها هيا يا ساشا فليتفضلنا إلى أعلى. ولكني أريد أن أذهب مع صحباتي. قلت لك ابقي أنت هنا. ساشا خذيهم إلى أعلى. تفضل 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 تفضل
تفضل يا بيبي. منوره والله يا ست الكل. منوره ايه الجمال. اما انتم يا ساده فلتتفضلوا بالانتظار في الخارج في الحديقه الى ان يستيقظ السيد. مفهوم؟ مفهوم. مفهوم يا ست الكل. تفضلوا. اتفضل بقى عم ارتيمي. انت قوي قوي الست دي. ما الذي تريدانه مني؟ كنت اريد ان اذهب مع صحباتي. كوني هنا حتى تضيف السيد خريستكوف على ما يستيقظ. ولكني كنت اريد السهره والحديث مع الفتيات. انا بقول لك ايه، انا هربيها تاني. ماريانا، الفتاه المهذبه لا تجلس وتسهر مع الفتيات. يا حاضر يا بابا. بقول لكم ايه، اسمع، لدي خطه. في منتصف الليل تدخل ماريانا الى غرفه السيد خليستاكوف. ماشي ماشي بسرعه. المهم بعد كده تكح ثلاث كحات. ثلاث كحات عدسو؟ لا، ثلاث كحات. شطره. ولما تكحي ثلاث كحات عندها سيدي. مش عايز اموت، مش عايز اموت. ايه ده؟ إيه؟ انت مين؟ انا اسيب خادمك. اسيب مين؟ اسيب. هف اسيب. ما هذا المكان؟ واين نحن؟ لا اعرف، ولكنهم احضرونا هنا بالامس. اذا بستطلع الامر انا حسن، وكل شويه روح يا اسيب، تعالى يا اسيب، لغايه ما خسيت وقدمت العافيه. دي حاجه نيله خالص يا ربي. انا كل شويه تعالي يا سايسه وروح يا سايسه لغايه لما خسيت وقدمت العافيه. ده القرف ده. هل اجد شيئا من الماء لاغسل به وجهي؟ طبعا، تفضل معي لأدلك على مكان الحمام. شكرا يا سيدتي. سيدتي؟ الله، ولكني مجرد خادمة بسيطة في هذا البيت. الله، لا ما تقوليش، وأنا كمان مجرد خادم بسيط. خادم؟ ولكنك تتصرف كنبلي. شكرا يا ساشا. يا أسيب. يا سيد أسيب. لا لا لا، أسيب حاف من غير سيد. أسيب. لا أسيب. أسيب. لا أسيب. يا حيوان. ده اكيد مش انا. انت يا حيوان. شوفي ده سيدي دمه خفيف قوي، يعني يا باي عليه، يا باي على خفة دمه. يا اختي على خفة يا حيوان. لذيذ قوي يا باي. اذهب واخبر صاحب الفندق اللعين تحشوفسكي بانني اريد طعام الافطار حالا. تحشوفسكي؟ معذرة سيدي، أنت الآن في دار العمدة ولست في الفندق، ولكن سوف أذهب على الفور لأعد لكم الإفطار. لا فطار. الإفطار. لا أنا باخد فطار مش إفطار. هجيب الإفطار ويجي. لا فطار. اذهبي واحضري الإفطار. حاضر. بتقول لك بيت العمدة. 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 لنهرب سريعا. اسمعني، سوف أنزل الحديقة من سلالم هذه الشرفة لأتفقد المكان، حتى إذا اجبرتنا الظروف على الهرب نكون جاهزين. وستتركني وحدي؟ لا تخف أيها الأحمق، لن يأكلك أحد. ستفقد المكان ثم أعود سريعا. ها؟ ها؟ فهمتي؟ فهمتي يا بابا. لما تخشي الأوضة تكحي ثلاث كحات. ثلاث كحات؟ هدخل أنا وأمك نعمل دوشة ونرمي حاجات. تمسكي في الراجل وتقولي ده عريسي أهو، وهجوزه لك أنا وأمك غصب عن أبوه. انت الحب. ايوه الخطه. تعال تعال. تفضل. اخيرا وجدتك ايها الفارس النبيل. من انا؟ بالطبع يا حبيبي، انت الذي تزورني في الاحلام كل ليله، كيف لا تعرفني؟ حقا، هل تقصدين أنني فارس أحلامك الذي يزورك في المنام كل ليلة؟ بالطبع يا حبيبي. لا لا لا، ما تفرش على كده. إنها الإشارة. هيا بنا. شرفي. ما تعملش في نفسك كده يا أخويا. كرامتي. ملك كسر يتصلى. لا،
هذا الخطأ لا يمكن إصلاحه. لا أرجوك يا بابا ما تقتلوش، هو قاتلني أنا. اوعي، تعال بقى. يا نهار اسود، ايه ده؟ الحقيني أنا، مين ده؟ استروا عليا، ابوس ايديكوا. انه ليس السيد خريستاكوف بل خادمه سيب. سيب؟ تعال هنا. ايها المخادع، لماذا لم تخبرني من قبل؟ سيدتي، انت لم تمهليني بعض الوقت لكي اشرح لك. ثم ما الفارق ما دمت انا فارس احلامك الذي يزورك في المنام كل ليله، ولا ايه حلو انت؟ مريانا، كيف تجرؤ على قول هذه الاكاذيب؟ يا كذاب يا كذاب يا كذاب. انا لي كلام اخر مع سيدك. انت عارف انا لو شفت محاط بالجنود والحراسه جيده. اسيب 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 اسيب. سيدي، بحثت عنك في كل مكان. وماذا يفعل السطور في يدك؟ السطور؟ انا كنت اقطع لك شرائح الجبنه من اجل الافطار. الجبنه الجبنه الجبنه، خايف من ايه؟ لا لا لا، انا لا اريد جبنا، بل اريد افطارا ريفيا، عسل وقشطه وفطائر لذيذه. طبعا طبعا، شفتي انا قلت لك فطائر ريفيا. سنذهب نحن ونعد لكم الافطار. معك حق، هيا بنا لنعد للسيد طعام الافطار الريفي. ها، ولتفضل معنا السيد اسيب حتى يطلعنا على ما يحبه السيد. تفضل تفضل تفضل. يا كذاب. سيدي، فورا، عارف فورا يعني ايه؟ عشان بسرعه بس الحاجات. الله. ايه الله. ايه الله. ايه، لقد تركونا وحدنا تماما. نعم، ارى ذلك. فما رايك ان ان نلعب؟ يا نهار اسود، هنلعب ايه؟ نلعب استغمايه. استغمايه؟ نعم. تخفي عينيك بهذا المنديل بينما اختبئ انا. انت هتقول خلاويص وانا هقول لسه، هتقول خلاويص وانا اقول لسه. ما تقول خلاويص لسه. خلاويص لسه. خلاويص 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 ليسا. خلاويص ليسا. خلاويص. أنا قد وجدتك أخيرا يا سيدي. إيه ده؟ إيه ده؟ يخص عليك وأنا وحشة؟ ده أعطى لك المكياج كله. حتى بص. هزمنا شارع واضح. أيوة. يلا بينا. شرفي، ما تعملش في نفسك كده يا اخويا. كرامتي اللي اتكسر يتصلح. لا، هذا الخطأ لا يمكن اصلاحه. أرجوك لا تقتله، اقتلني انا. الحقيني، من دي انا؟ انها المجرمة تاتيانا ابنة السكير سيتوف. من فضلك، اسمه السيد الدكتور السكير سيرينجاتوف. اطلعي برا. برا. تفضلي. ما الذي أتى بك الآن إلى غرفتي؟ وماذا تفعل بالسكين؟ السكين؟ السكين؟ كنت قطع لك شرائح العسل من أجل الإفطار الريفي. لا 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 لا، لا أريد الإفطار. ليه؟ لقد أفسدتم شهيتي. لا 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 سيدي، أرجوك سامحنا سامحنا. نحن لا يهمنا إلا رضاك يا سيدي، أرجوك تفضل معنا. تفضل تفضل. اسم الله عليك، اسم الله عليك وعلى طولك. تفضل مريانا. تفضل يا مريانا. يخدي استنينا هنا، هنروح ها ماشي. لسه لسه. أذهب، لماذا لم يبحث عني؟ يبدو أنه ذهب إلى الحديقة. سأذهب لأبحث عنه. شرفي، كرامتي، لا يوجد أحد. أين ذهبت تاتيانا؟ لا يمكن أن الاعتماد عليها في أي شيء. تاتيانا، فهمت اللي قلتلك عليه؟ فهمت. أول ما تشوفيه هتكحي ثلاث كحات. يا نهار اسود، هنالك أحد بالخارج. تعالي تعالي يا بنتي، تعالي بس، تعالي تعالي. شت، إنه نائم. سابين، اسمعيني جيدا. سامعاك يا بابا. لما يصحى الراجل كحي ثلاث كحات. إمتى الحب طال؟ سابين سابين، ليس الآن يا حبيبتي، ليس الآن. هيا دلوقتي هتخبطي
على الباب ثلاث خبطات. هو قال لي ثلاث كحات وثلاث خبطات، مش احسن من ثلاث كلبشات؟ امرك يا باشا. يلا يا ماما. استخبى فين؟ اصحى اصحى. وايه اصله ده؟ استايكز جميل. انت لسه هتناقشني؟ ارفع ايدك لفوق خلينا نكح التلات كحات وخلاص. اهو حبيبي. الا ارفع ايدك لفوق بقول لك. اهو هناك لما اقول لك تعالي يا بنتي تعالي خدي تعالي. ها فهمت اللي انا قلت لك عليه؟ لا ما فهمت. انا اقول لك ارفع ايدك لفوق. اهو احا 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 شرفي كرامتي. جرى يا راجل مالك؟ اين انا؟ كنت ابحث عن ابنتي سابين. ما شفتش سابين قصيرة كده؟ ما شفتش. يبدو انني اخطأت الغرفة. لا ما اخطأتش ولا حاجة. ده ايه الساعة الحلوة دي؟ انت لسه شفت حاجة؟ وكمان ساعة تانية ده انت لقطة. استأذنك. لا تستأذن. ايه استنى انا جاية معاك. ها فهمت اللي انا قلت لك عليه؟ الا فهمت. عظيم يا حيشوت. يلا خش سيدي. ايا حب قلبي ونبع الهوى، ايا برد ليلي ودفء السكن، احبك حبا اتى بي اليك من قلب لصفت اللبن. سيدي افرد ذراعي. انت بتعمل ايه هنا؟ سيد كلاشينكوف رخصك. انا اسف. فتاتك. انا اسف. برا. انا اسف. العلامة شرفي كرامتي. لا ما تموتهوش يا ماما. موتني انا. بابا مين يا بنت؟ يا لهوي سيد كلاشينكوف. رخصك بطاقتك برا. فين سونيا؟ سوف انتقم منها اشد انتقام. اشد انتقام. سونيا سونيا بيت سونيا. سونيا كلاشينكوف اعمل انا ايه لوحدي؟ انا لازم اختبئ. انا هطير من هنا. كانت ايه العلامة؟ اوه هكح ثلاث كحات. لا يسلم الشرف الرفيع من الأسى حتى يراك على جوانبه سابين. حضرت الناظر؟ ده اللي جابك هنا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ايه اللي جاب جاي راجع معاك الواجب يا هانم. واجب؟ ايوه الواجب. فضل الجر قدامي. يلا بيه بطه ويه وزه. يلا يا البنت راحت فين؟ راحت فين؟ يلا يا بابا يلا. ها فين الرجالة؟ فين يا كابتن؟ سنختبئ الآن في الشرفة وناتاشا تختبئ في السرير، وعندما يدخل السيد إلى الغرفة أكح ثلاث كحات. برافو حبيبتي. إحم 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 اختباء. يلا يا بابا. تعالى. هل فهمت يا بابا؟ لا يا حبيبتي ما فهمتش. أفهمك، سوف أدخل أنا إلى غرفة السيد. وتنتظر أنت على الباب نص ساعة، ساعة لربع، ساعتين، أنت وذوقك. وعندما أكح ثلاث كحات تقتحم الغرفة فورا. فهمت يا بابا؟ إذا كان كده أنا فهمت. تمام فضلي. باي باي يا بابا. مع السلامة يا حبيبة قلبي. شد حيلك. سيدي سيدي. الحكاية دي سأل فعل بابا.
بس كده تمام، فأنت ستدخل الآن إلى غرفتك لتتناول إفطارك لوحدك في هدوء وسكينة لوحدك. تفضل معي، بس أنت عارف هذا الإفطار تعبنا جدا في أدائه لأنه إيه؟ ثانية واحدة. أنت عارف الصيانة يعني. لوحدك يعني، شوف لوحدك يعني، يعني ربنا يستر يعني. هنعد واحد اثنين ثلاثة ونعمل ايه؟ فلا سبع. أنت السبب، إنهم يظنونك المفتش العام، المفتش العام، المفتش العام. الآن فهمت، هذا يفسر كل شيء. لننجو بأنفسنا سريعا قبل أن نقع في مشاكل أكبر، لنهرب. الهروب مستحيل، فالحراسة مشددة على هذا البيت وفي كل أنحاء القرية. وماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ لنخبرهم بالحقيقة واللبس الذي لم يكن لنا دخل فيه من البداية. لا، فلن ينحمنا أحد، فأسرارهم وفضائحهم صارت مكشوفة لنا. لقد وقعنا في شر عملنا ولن ننجو أبدا هذه المرة. ربما هناك أمل، اسمعاني جيدا ساشا، اذهبي واستدعي العمدة على الفور. ماذا ستفعل؟ ستفهم الآن. العمدة، ألا تعرف لماذا أمر سيادته بجمعنا؟ لا لا يا أرتيمي، أنا مثلكم تماما، لا أعرف شيئا. قال لي بالحرف الواحد إن هناك أمور غير منضبطة في هذه القرية، اجمع لي السادة المديرين والأعيان. وأنا قد نفذت إرادته، نفذت إرادته. الأمر واضح، حانت ساعة الحساب. الحساب. ترى ماذا ينتظرنا من عقاب؟ ماذا ينتظرنا من عقاب؟ كما قال الشاعر، ذهبت مصائب حرت في أسمائها وأتت مصائب ما لهن أسامي. اخرس اخرس يا بلجانوفيتش، أنت تثير أعصابي. ومن عملت حاجة؟ أنا مستعمل شوقتين. والله العظيم ما أعرف. إيه في إيه يا جماعة؟ الله الله، حد قال إيه؟ والله إذا تعالى على فكرة هذا الموضوع. هاهم ايه ده؟ سيد أسيب، تفضل بالجلوس معنا. معكم معذرة أيها السادة، لدي أعمال كثيرة أوديها للسيد خليستاكوف. هل لنا أن نعرف بعض هذه الأعمال؟ لعلنا نستطيع المعاونة. إنها أعمال سرية بالطبع يا حضرة المأمور. المأمور، أفهم ذلك. السيد خليستاكوف سوف يلتقي بكم بعد ساعة من الآن، اضبطوا ساعاتكم أيها السادة. نحن جاهزون وقتما يحب سياداته. السيد خليستاكوف سيلتقي بكم واحدا تلو الآخر على انفراد. انفراد. ولماذا على انفراد حضرتك؟ بالطبع على انفراد، لا، فإذا كان أحدكم مشغول، مشغول
يمكنه الانصراف. لا 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 لا، انصراف ايه؟ هل يعقل هذا؟ نحن كلنا راهن إشارة السيد خلستاكوف ولا ايه؟ والله العظيم بالطبع كلكم راهن إشارتي. معذرة أيها السادة. سأل كيف؟ بقول لكم ايه؟ بقول لكم ايه؟ أرأيتم؟ أرأيتم؟ هل لاحظتم جدياته الشديدة؟ نعم، نعم يا حضرة العمدة لاحظنا، وماذا وسعنا أن نفعل الآن؟ أنا بالفعل قد أمرت بتنظيف المدرسة، ومنعت تربية البط والوز فيه، ويعلم الله، يعلم الله أنني اشتريت الطباشير من مالي الخاص. وأنا من ناحيتي أمرت اللاعبين بالتزام رجيم قاس والجري 10 مرات يومية حول صحراء سيبيريا. وهل يجدي ذلك الآن؟ إننا في الطريق إلى السجن لا محالة. السجن؟ آه. يا ليتني أستطيع أن أخسر مالي كلها وأن أفتدي نفسي من السجن والفضيحة. أي مال؟ ليذهب المال إلى الجحيم. ما فائدته إذا لم ينقذ صاحبه من الهلاك؟ الهلاك. لازالت أمامنا ساعة كاملة. تعالوا اسمعوني جيدا. السيد أرتيمي مدير النادي، فلا تفضل معي. السيد ينتظر بالداخل. تفضل حبيبي، تفضل. سلام. تفضل حبيبي. لوحده، لوحده. أنا معاه. السيد أرتيمي مدير النادي يا سيدي. أعترف أنني مخطئ يا سيدي. وأعترف أنني أهملت في عملي. وأعترف بأن فريقي فريق فاشل. وأعترف. شيء طيب أن يعترف الإنسان بالخطأ. أصيب. إنه ليس اعترافا فقط بالخطأ يا سيدي، ولكنها توبة نصوحة. أقسم لك بأنني تبت على يديك الطائرتين. وما الدليل على أنك لن تعود إلى أفعالك المشينة؟ هل تصدق؟ هل تصدق يا سيدي أنني بعد 20 عاما من التدريب ما زلت فقيرا؟ لا أملك من حطام الدنيا إلا 50,000 روبل. كم؟ 50,000 روبل فقط. فقط؟ فقط. هل تصدق؟ خذها يا سيدي دليلا على صدق توبتي. هل ترشوني هذا؟ معاذ الله، أنت فوق كل الشبهات، ولكن إني قصدت التبرع بها لأعمال الخير. وطبعا ستطلب مني أن أكتب لك إيصالا. معاذ الله، ولكني سمعت بأن التبرع في السر ثوابه أفضل. صحيح صحيح. وفريق الكرة سيتدربون صوما لمدة عام كامل، وتدريب تدريب تدريب. تفضل تفضل تفضل. يعني
تفضل. أرتيمي. السيد كلاشينكوف المامور. كلاشينكوف. فلا تفضل معي. لا تفضل. 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 بس كده. ادخل. لوحده. السيد كلاشينكوف المأمور يا سيدي. بس خلاص بس انتهينا. هناك أقاويل بأن السرقات منتشرة والمدينة منعدمة الأمان ومليئة بالنصابين. كاذبون، كلهم كاذبون ومدسوسون علي، يغارون من نجاحي، وأنا عندي شهود نفس، وأنا عندي شهود إثبات، وأنا مستعد لما تأمر به يا سيدي. هل تبكي يا سيد كلاشينكوف؟ يا سيدي أنا لست حجرا، لقد كنت فتى مهذبا أهوى خياطة التريكو والكنفة وشرب الآيس تي، والآن سوف أعود إلى هواياتي اللطيفة وأتبرع بثروتي الصغيرة الصغيرة لأعمال الخير. وكم تبلغ ثروتك الصغيرة؟ 200,000 روبل فقط. كم؟ 200,000 روبل فقط. فقط؟ هي كل ما أملك من حطام الدنيا. تفضل يا سيدي. هل ترشوني هذا؟ معاذ الله يا سيدي، أنت فوق مستوى الشبهات، ولكنها لأعمال الخير. وطبعاً ستطلب مني إيصالاً. لا يا سيدي، إن التبرع في السر ثوابه أفضل. إذا كان كده ماشي. هل تسمح لي بالانصراف؟ تفضل. 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 السيد مازروفسكي مدير البريد. فلا تفضل معي. تفضل. تفضل اخوي. استنى. ادخل. لوحده. تفضل. تمام. تفضل اخويا. تفضل. تفضل. السيد برجالوفيتش ناظر مدرسة. ايوه يا ابني. تفضل. ايه الدنيا. تفضل اخويا. سالي كده. ادخل.
ثوابه أفضل. ماشي. من غير بقى لا وصولات ولا أي حاجة. تمام. أتفضل. اتفضل. أتفضل. اتفضل. اتفضل. السيد تحشوفيسكي مدير الفندق العنكبوت يا حبيبي، فاكر؟ قدام يا حبيبي قدام. ادخل يا حبيبي، ده انت حسابك حلو معناته. حاضر حاضر. ادخل اخوي. تعمل فلوس؟ مليون. كان علينا كام؟ 200. عايزهم؟ لا. اتفضل اتفضل اتفضل. يا حضرتك ايه؟ هات ال 200. هات ال 200. مش غيرهم والله. هات قدامي. تفضل. حادي بادي كروم. السيد السرينجاتوف الدكتور. يلا يلا حبيبي تفضل. أنا قلت مين فيكم العمدة؟ أنا يا ابني العمدة ولا إيه؟ انتظر دورك هنا. أظنها قضيت كده، لنهرب سريعا. والعمدة إنه ينتظر بالخارج. اجمع الحقائب واستدعيه على الفور. حسنا. بقول لك إيه؟ القي نظرة الوداع على أموالنا. أي وداع هذا؟ لن يتبقى لنا روبل واحد. لا يهم، أعطيه المال كله، فحينما يتزوج من ابنتنا ماريانا سنعوض المال أضعافا مضاعفة. تفتكري؟ أيوة. أفشلك يا بابا يا بابا. إنها العلامة. اوعى اوعى شرفي. ما تعملش في نفسك كده يا اخويا. كرامتي. ايه اللي اتكسر يتصلح؟ لا، هذه المرة الحمد لله هذا الخطأ لا يمكن إصلاحه. الحمد لله. أرجوك يا بابا ما تقتلوش هو، اقتلني أنا، جوزني أنا. لا يا بابا اقتلني أنا. سيدي، نحن قوم شرفاء ولا نملك إلا شرفنا. اهدأ يا زوجي، فالسيد رجل كريم من أصل نبيل وبالتأكيد غرض شريف. أيوة يا بابا والله غرض شريف، غرض شريف ولا إيه؟ طبعا غرض شريف. أرأيت كم هو مهذب ورقيق؟ أنا ولكنه لم يفاتحني في شيء بعد. فتحوا فتحوا. أيها السادة، يشرفني أن أخطب ابنتكم، ولكن هناك أمور شكلية مهمة جدا بالنسبة لعائلتي. أية أمور؟ خالتي الدوقة وعمتي الكونتيسة. كونتيسة؟ ستسألاني عن مهر العروس، وللأسف الشديد عروس جميلة مثل هذه لا أملك مهرها. سيدي
لا معلش، لا تشغل بالك، في هذه الحالة أنا أدخر لابنتي 1,000,000 روبل. أعطيه، لا أدري ماذا أقول. أعطيه 2,000,000، سأجهز لك 1,000,000 الآخر فوراً. وهذا كل ما نملك. أنا في شدة الحرب. أرجوك يا خليستو. خليستو، أقبل النقود، أليس لدي خاطر عندك؟ لقد لويتم الزراع الذي يؤلمني. حسناً، أعطني النقود. تفضل تفضل. وبعد هذا سنعلن الخبر في القرية كلها ونتمم العقد، وتأخذ عروسك الجميلة وتذهب إلى قصرك المنيع. لا 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 لا، يجب أن أخبر أهلي أولا، وأدعو خالتي الدوقة وعمتي الكونتيسة للحضور كما تقتضي التقاليد. سيدي، نحن في خدمة خالتك الدوقة وعمتك الكونتيسة، ونستطيع أن نذهب إليهما في أي مكان. حسنا، سأدرس المسألة وسأرسل إليهما رسالة بريدية، سأكتبها الآن. بالتأكيد بالتأكيد. يجب أن نحزم حقائبنا لننصرف. متى يتحرك أول قطار للدرجة الأولى إلى بيتروسبورغ؟ يعني يا أرجوك يا خليستو، لا تنسى أن ترسل لي برقية فور وصولك. حاضر حاضر. بقول لك إيه، بصي متحبان قوي، أخشى عليهما من الحسد. أراكم فيما بعد. وساشا، ساشا. وسنأخذ ساشا معنا لتحمل الحقائب إلى المحطة. حسناً، ثم تعود سريعاً. طبعاً، ماشي. إذن اذهبي يا ساشا معهم واحملي الحقائب وعودي سريعاً. حسناً، سوف أحمل الحقائب وأعود سريعاً. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. السلامة السلامة السلامة. شفتي، ابنتنا ستتزوج المفتش العام، ستتزوج المفتش العام. يا أهل القرية يا أهل القرية، تعالوا تعالوا بسرعة. شفتوا اللي حصل؟ ابنتي ماريانا العروس الجميلة ستتزوج المفتش العام. صوري فرح بنت العم ده، ده العز هيبدأ من اليوم ده. صغرتوا يا بنات واسقوا الشربات وتهنوا ايدوا مثل لندا. هيا صوري فرح بنت العم ده، ده العز هيبدأ من اليوم ده. صغرتوا يا بنات واسقوا الشربات وتهنوا ايدوا مثل لندا. ما تقيموا الزينة بسرعة أوام، البنت عرسها مفتش عام، ده نسب ولا يخطر في الأحلام، ولا حتى بيحصل في الحكايات. صغرتوا يا بنات واسقوا الشربات وتهنوا ايدوا مثل لندا. هيا صول الفرح بنت العمدة. بنت العمدة اسم الله عليها، الكل بيرقص حواليها، بكره الالماس يملا ايديها، واحد يسكن قصر وعيشه زواج. العمده اسم الله عليها، الكل بيرقص حواليها، بكره الالماس يملا ايديها، واحد يسكن قصر وعيشه زواج. صغرتوا يا بنات واسقوا الشربات وتهنوا ايدوا مثل لندا. هيا صول الفرح بنت العمده. كذا ترمي وفر كراميلا وغاز لبنات. من بكره يا بابا هنسبح حي، ونقول للفقر خلاص باي باي، انا هشتري قصر وكذا ترمي وفر كراميلا وغاز لبنات. صغرتوا يا بنات واسقوا الشربات وتهنوا ايدوا مثل لندا. هيا صول الفرح بنت العمده. هيا صول الفرح بنت العمده. الله يبارك فيك يا أولاد، الله يبارك فيك يا أولاد. اسمع، المفتش العام ذهب ليخبر خالته الدوق وعمته الكونتيسة إنه هو سيتزوج ابنتي، تمام؟ وسيعود سريعا حتى يتزوج منها. وأنا أقول لكم إيه بقى، أريد المدينة فلة فلة
لأن ده مش أي حد، ده المفتش العام. لا ومش عازم أي حد، ده عازم خالته الدوقة وعمته الكونتيسة. خالته الدوقة وعمته الكونتيسة. خالته الدوقة وعمته الكونتيسة. يلا بينا إلى العمل. عمل يلا. مفاجأة شيء. عندي ليك مفاجأة لم تتوقعها أبداً. ولا. إيه ده؟ سونيا النشالة؟ سابقاً. هي الآن عرفي نفسك. أنستيجيا يا سيدي، إنني الآن أعمل عملاً شريفاً، ممرضة بالمستشفى العام، وكل هذا بفضل السيد المأمور كلاشينكوف. برافو برافو، أحسنت أحسنت يا كلاشينكوف. استمر استمر في عملك الجاد. أرتيني العمدة يا أولاد. ها طمني. اطمئن اطمئن يا حضرة العمدة، الأسبوع الماضي تعادلنا وهذا الأسبوع تفوقنا على القرية المجاورة. قول له إيفان أحرزت يا سيدي 6 أهداف في المباراة. 6؟ وأنت يا زخروف؟ أنا منعت الكرة من أن تدخل الشغل. وأنت كرشو؟ وأنا جعان ولكني سأتحمل لأجل مصلحة القرية. أحسنت. اطمئن يا حضرة العمدة اطمئن. أحسنت استمر يا أرتيني. يلا يا أولاد استمروا في عملكم الجاد. سرنجاتوف، ها كل ما أخبار المرضى. نحمل المرضى على كفوف الراحة. مرتاح يا حاج؟ مبسوط كده يا حاج؟ أه والله الحمد لله. تأخذ العلاج؟ باخده يا حاج. جابوا لك العلاج؟ أه الحمد لله. وبيت حيل؟ الحمد لله. والحاج؟ ألم أقل لك من هذا؟ عودة القارية. أحسن. يب اسكت الدكتور ده. السلام عليكم يا حضرة العمدة. تمام استمر في عملك. ها لا سرنجاتوف، كل ما أخبار الخمر. اقتلعت عنها إلى الأبد. تمام أحسن استمر في عملك الجاد. برجالوفيتش. أيوه طمني على أحوال التعليم. كله تمام يا حضرة العمدة، ولو عايز تتأكد اسألهم بنفسك. اسأل اسأل. طيب عاصمة اليابان؟ طوكيو. عاصمة فرنسا؟ باريس. عاصمة إيطاليا؟ روما. الله أحسنتم يا أولاد أحسنتم. بس السؤال الأخير، من هو عمدة هذه القرية؟ السيدة أن السيد أنتون أنتونوفيتش. أحسنتم يا أولاد أحسنتم. ابنتي العروس الجميلة. لست أصدق أنها ستتزوج المفتش العام. لا مش هيعزم أي حد، ده هيعزم خالته الدوقة وعمته الكونتيسة. بتقولوا مين يا أولاد؟ خالته الدوقة وعمته الكونتيسة. خالته الدوقة وعمته الكونتيسة. مصيبة مصيبة يا حضرة العمدة، مصيبة مصيبة يا حضرة العمدة، مصيبة مصيبة يا حضرة العمدة. لا مادروفيسكي، ليس معنى أنني ناسبت المفتش العام أن أحل لك كل مشاكلكم. ها عالج مصيبتك بنفسك. يا سيدي إنها مصيبة لك أنت أيضا، بل مصيبة لنا جميعا. ماذا تقصد؟ لقد قرأت رسالة السيد كلاشينكوف. تاني؟ ألم أحذرك من قراءة رسائل المواطنين؟ لا يا سيدي، لقد قرأتها قبل أن أتوب. قرأتها قبل أن أتوب؟ نعم. ولو تفتش رسالة المفتش العام وبها مصيبة. ولو ما صحش، احنا بنتحسن، ما يصحش كده. هو في كده في كده الرساله دي
اقراها انت يا سيدي. اقراها انا. ها انا قد بعثت لكم البرقية كما وعدتكم. حبيبي انا الان احضر حفل زفاف لوسيب وساشا في باريس. ساشا؟ وانا اقول راحت فين؟ ومعي فتاتان في غاية السحر والجمال، وهما خالتي الدوقة وعماتي الكونتيسة. لا تحاولوا البحث عني، فأنا كل يوم في مدينة مختلفة. والآن وصلت زجاجة الشامبانيا التي طلبتها لخالتي الدوقة وعماتي الكونتيسة. الوداع. الوداع يا قرية المغفلين. بابا، ألم يقل لك في الرسالة متى سيأتي ليتمم زواجنا؟ أين بعد؟ لقد انتهى كل شيء. لو أنني أرى اللذان أوقعاني في هذه الكارثة. أوه، القرية صارت نظيفة نظافة رهيبة. لا، بل أكثر من ذلك، القرية صارت نظيفة نظافة رهيبة. يجب أن نهنئ العمدة. لا، بل يجب أن نهنئ العمدة. لا، بل يجب أن نهنئ العمدة. نعم، قلت ذلك. أنا الذي قلت ذلك. أنا الذي قلت ذلك. أنا الذي قلت. مساء الخير. تعال هنا. إنهما كوكوفيسكي وبوبوفيسكي المجرمان. هما أول من أخبرانا عن المفتش العام. لا تفلت منا هذه المرة. سأجري لكم عملية زرع مخ. لوسيالا. لماذا تضربون؟ اسكت انت. لماذا تضربون؟ انتم السبب. انتم السبب خربتم بيوتنا. لقد عرفتمونا على ذلك النصاب ايفان خليستاكوف. خليستاكوف؟ خليستاكوف؟ من هو ايفان خليستاكوف؟ الرجل الذي ادعى انه المفتش العام. نحن لم نكن هذا. لقد وصفنا لكم المفتش العام الحقيقي واعطيناكم بطاقة التعريف. اين هي؟ ها هي بطاقة التعريف. ألف خا، موظف عام من بطرسبورغ. طيب ماذا؟ ألف خا، موظف عام. ألف خا، إيفان خليستاكوف. موظف عام من بطرسبورغ. من قال هذا؟ ألف خا يعني ألكسندر خروشوف، مفتش عام من بطرسبورغ. ماذا؟ نعم إنه أنا. مين ده حضرة العمدة؟ والنبي منال حضرة العمدة. هو النور. بس مش عارفين ده مين. انتوا مش عارفين ده مين. انه المفتش العام السيد ألكسندر خروشوف، المقيم في الفندق الذي يتجول في القرية. اللي ضربناه. قام بزيارة النادي والمدرسة. وضربناه. ومكتب البريد. والمستشفى. وضربناه. انتهينا. يا عم اسكت. معذرة سيدي، لقد كنا نظن ان ذلك النصاب ايفان خليستاكوف هو المفتش العام. لقد سرقنا جميعا ونصب علينا، خدعنا، غشنا وسرق اموالنا. هذا الرجل الذي سرق أموالكم وغشكم واحتال عليكم يجب أن تشكروه. نشكره. نعم، قريتكم الآن أصبحت أفضل قرية بالمدينة. نعم، استطعتم الآن أن تكونوا أفضل في كل شيء. كل شيء فيكم استطاع أن يكون الأفضل في كل حاجة. سيدي،
نحن نعدك بأن نستمر في العمل، نعدك بذلك جميعا. نعدك بذلك جميعا. اتفقنا. ماشيين على قدام نحقق الأحلام، مهما تعبنا يزيد نصبر سنين وأيام. ماشيين على قدام نحقق الأحلام، مهما تعبنا يزيد نصبر سنين وأيام. حاسين يا بكرة أكيد ننجح ونبقى تمام، واللي يلاقينا ضميرنا من غير مفتش عام.
الحلول. اسمحوا لي اشكر يعني فريق الباليه اللي اشتغل معانا النهارده وفريق باليه اوبرا القاهره. وصمم الاستعراضات لهذا الفريق الدكتور مجدي صابر، وصممت ازياء العرض مروه عوده، وصمم دور العرض حازم شبل، وصمم إضاءة العرض ياسر شعلان، والمخرج المنفذ لهذا العرض هي علا فهمي، و معلش أنا نسيت مجموعة المساعدين الموجودين، هدير وشاذلي وغيث. وأسماء وأحمد فؤاد وحمدي التايه ونريمان، ومجموع فريق العمل اللي موجود طبعا في جامعة المستقبل، الأستاذ عادل والدكتورة مي والأستاذة منال، وجميع فريق العمل الرائع اللي اشتغل معانا. وأعد النص ده وكتب أشعاره الشاعر الأستاذ محمد بهجت، هذا الفريق اشتغل مع شرفت بالعمل معاه لعدة سنوات، بدأنا بروميو وجولييت، وبعدها عملنا سترة من المخمل، وبعدين عملنا حلم ليلة صيف. أنا فخور بالعمل مع هذا الفريق، وفخور بالعمل مع الأستاذ خالد عزازي وجامعة المستقبل. أشكركم بشدة.
آخر حاجة عايز أقولها إن أنا بشكر دكتور عبادة، وهو يعني صاحب الفضل الكبير في العمل معانا. والآن تتشرف جامعة المستقبل بتكريم المايسترو أحمد عثمان والفنان هشام الجندي لقيادتهم فريق كورال الجامعة. ونتوجه بالشكر والتقدير للمخرج العظيم خالد جلال، فليتفضل. ونتوجه بالشكر والتقدير للمخرج العظيم خالد جلال،